السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد وتيست جديد لمادة الرياضيات لطلاب الصف السابع. طلاب نبدأ مع بعض بحل هذا التيست. في السؤال الأول عندي عمليات حسابية مهمة جدا بدنا نحلها مع بعض. عم بقول لي الشادكي تام صاي إشلم لريني كيف نسقوم بعمل العمليات الحسابية التي في الأسفل. ليكسيون أرتي إكسي عفوا اكسيون كي ارت اكسيون اشتر اكسي 22 ارت 8 ارت اكسي 11 اشتر اكسي 3 ارت 20 اكسي ارت 34 43 اشتر 23 للاكسي ناقص 38 ناقص زائد 15 ناقص 53 اكسي 8 اكسي ارت 5 ارت أرتون إتش إشتر صفر لأنه ناقص 8 ناقص زائد 5 بتساوي ناقص 13. تمام كتير، ناقص 13 زائد 13 بتساوي صفر. أرت أون سكيز إكسي أرت 5 إكسي أرت 6 إشتر أرت 7 إكسي 7 تشارب إكسي 3 إشتر أرت 12 21 إكسي 8 تشارب أرت 6 إشتر إكسي 48 eksi 28 bölü eksi 7 eşittir 4. Lanu naqis taqsim naqis zaid 28 taqsim 7 4. Naqis au zaid taqsim naqis naqis 30 taqsim 6 5. عم بقول اسلو افادسنين اشيت اشادكلردن هانغسن اشيتر. عم بقول لي هاي العبارة التي في الاعلى ايش قد بتساوي حسب الحل، يعني أنا إذا بدي أحل إيش قد لازم تساوي واللي هي ناقص 4 بالأس إتش. فعندي أنا إكس دورت تشارب إكس دورت تشارب إكس دورت، طبعا إكس تشارب إكس أرت أرت تشارب إكس إكس، وال 14 أو 4 ضرب 4 ضرب 4 هي 64. هلا بنجي للأوتشنجي صور وعم بقول عندي عبارة إكسي إكي تشارب إكسي إكي تشارب إكسي إكي تشارب إكسي، وهيك أسلوب إفادة. وركز أنا شو هو العبارة الأسية اللي بتعبر عن هاي العبارة. طبعا مثل ما بنعرف عندي أنا خمس أرقام متتالية مضروبة ببعضها هي إكسي إكي كاري باش ديكات ديكات تبو إكسي دورت تشارب كاري إكي أرت بالقوس إكس دورت تشارب إكي شقد. هون طلاب العبارة اللي موجودة هون، طلع هون الأس إجت على الأربعة بس ما إجت على الناقص، فهوني ناقص أربعة ضرب أربعة 16 زائد هوني إذا حطيتها ضمن القوس كلها راح تكون ناقص أربعة ضرب ناقص أربعة، هوني كانت ناقص أربعة ضرب أربعة فتساوي صفر. البش نجيس عم بقول إكي كاري دورت أرت إكي بين يرمي أوج كاري صفر أرت إكس بير كاري أون. طلع على الأقل اثنين بالأس أربعة 16، أي رقم برفعه للأس صفر هو واحد، وأي رقم طلاب الأعزاء بكون أساس واحد برفعه لأي قوة كانت هو أيضا واحد، فمجموعهم أون سيكيز. السؤال السادس على الشكل التالي، بقول لي بير أوضتك ترمومتر سجاقله 32 درجة göstermektedir. عندي غرفة مقياس درجة الحرارة فيها عم يظهر لي درجة الحرارة 32. أوضتان سجاقله دقيقة 3 درجة düşürebilen bir klima 12 dakika açık bırakıldığında oda sıcaklığı kaç derece olur؟ حطيت بهاي الغرفة مكيف، هذا المكيف بخلي درجة الغرفة تنقص 3 درجات كل دقيقة، فبعد 12 دقيقة ايش قد راح تصير درجة حرارة الغرفة؟ هي درجة حرارتها الأساسية 32. تمام كتير لحد هون، حطيت المكيف وشغلته ل 12 دقيقة، كل دقيقة عم بنقص درجة الحرارة 3، يعني 12 ضرب 3 بتساوي 36. ف 32 إكسي 36 اشتر اكسي دورت، وهي العملية اللي هي موجودة في الأسفل. السؤال السابع بيقول
يرمي سورولوك بير سنافضة عندنا امتحان مؤلف من 20 سؤال. هير دورو اتشين لكل جواب صحيح عم يعطيني 5 درجات، وهير يالش اتشين اكسي اتش بوان بير المكتدر، وكل جواب خطأ بجاوب وانا بيسحب مني 3 علامات. فاضح بو سناف 16 دورو جواب جيريا كلان سورولارن هبسن يالش يابمشتر. في عندي طالب اسمه فاتح جاوب على 16 سؤال بإجابة صحيحة، والبقية جاوب عليهم بإجابة خاطئة. فعم بيقول لفادي هو إلى بير سنابن سنجندا كاتش بوان ألمشتر. أنا بقول جاوب على 16 إجابة صحيحة أخذ عليهم أون ألتي تشارب بيش الشتر سيكسان. تمام كتير، ضل عنده من 20 سؤال دور تاني سورو. هاي الدور تاني سورو عم ياخد منه 3 علامات من كل سؤال، فعم ياخد منه إكسي أون إكي بوان، فعنده 80 علامة صح و12 جزاء لأنه جاوب على 4 خطأ، ضل عنده 60 سكيز بوان. سكز إنجي سرو طلاب على الشكل التالي، وعم بيقول يوكاردا بيرلين راسيونال سايلرين بيوكتان كتشوا دورو سرالينز. بدنا نقوم بالترتيب بحسب من الكبير إلى الصغير الأرقام الكسرية التي في الأعلى. ديريكت بول قسمه بشكل مباشر، راح يطلع معك إنه الجي اللي هي -6/5 أكبر من -3/7، لأنه هي طلاب الأعزاء هاي لازم تكون أصغر شيء كونه المقام تبعها أكبر شيء. الباقي قلنا هي أصغر شيء، هون -1/2 إيش قد هي؟ -0.5، فهي صايرة تقريبا بالنص. فالـ -6/5 هي تقريبا عم بتكون -1 تقريبا او هيك شيء. فمن الكبير للصغير عندنا جي A B. السؤال التاسع بيقول يرمي دورت على A إشلمنين سونجو بير تام سايي اولماسي اتشين. علشان تكون عدد كامل الA فيرينا يرينا يزب لي جيك ان كوتشوك تام سايي كاشتر، شو هو اصغر عدد ممكن يكون علشان تكون اصغر قيمة لهذا الرقم؟ طلاب 24/-24/1، وهذا أصغر رقم كامل، أصغر قيمة ممكن يأخذها هذا الشيء. فإذا -24/24 ممكن تكون هي -1. طبعا الأرقام أو قواسم العدد 24 بهذا الشكل بالعدد العكسي اللي له هو الناقص، فهو بده إن كتوك تام سي أصغر رقم أولي. انتبهوا هلا، إذا كان مثلا -12/12 هي ما ممكن تكون، لأنه ما راح تصير معي 24/-12، ما راح تصير أصغر رقم أولي. فأصغر شيء هي -24، لأنه -24 أصغر من -12، أصغر من -8. عم بقول لي 50/3/8 بيش على اتش اك بلو سكيز سايسنن اوندالوك جيفسترمي aşağıdaki لردن هانجسي، شو هو الاظهار العشري للرقم 50/3/8. هلا 5 + 3/8 0.375، وهي بتساوي 5 × 3 = 175. اخر سؤال معي طلاب، عم بقول aşağıdaki verilen işlemleri yapınız، قوم بعمل العمليات التي في الاسفل. طبعا اكسي 5+5+1+x4=x3، لأنه هاي مجموعة 0، ضل عندي 1 + -4 هو -3. أيضا طلاب الأعزاء سؤال سهل، يدي +1 -8 -4، طبعا هاي مجموعة مش قد 8 - -4 هي لازم تكون 12، لأنه ناقص بالناقص زائد، هون زائد بالناقص 7 - 1 بتساوي 6، فـ6 - 12 بتساوي -6. بيجي عند الطلاب الأعزاء اللي موجود هون اكسي بيش تشارب اكسي يوز بير ارت بير تساوي بيش يوز بيش ارت رقم، هذا الرقم شو لازم يكون؟ لازم يكون اكس بيش طلاب مشان تكون العملية صحيحة.
أيضا شوفوا المجموع أو العملية التي في الأسفل نفسه، هو السؤال 12 لازم نكون إحنا ضايفين للي بالأعلى مشان نفس السؤال تقريبا. هلا إكس يالتا تشار بون، هاي إيش قد مجموعة؟ إيش قد هاي بتكون طلاب الأعزاء؟ ناقص 6 ضرب 10 إكس يالت مش هون، ضل عندي بلو لحال ليك البلو إكس إكي تشار ب إكس يوتش، فهون طلاب الأعزاء الناقص بالناقص شقد زائد 2 ضرب 3 60، فشقد ناقص 60 تقسيم 60 ناقص 10، هيك بيكون طلاب خلصنا هذا الدرس إن شاء الله تعالى، لقاءنا بدرس قادم وفيديو تعليمي جديد إن شاء الله.